في الحلقة بتاعت امبارح كنا بنتكلم عن نقابة المحامين، معايا ومع حضراتكم في الجزء الثاني الأستاذ الفقيه القانوني الكبير والمفكر الكبير نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العربي الأستاذ ربيع عطية. أهلا بك يا معالي النقيب، كرر ترحيب بحضرتك. كنا قفلنا الجزء الأولاني عند التعليم المفتوح، وكنا بنتكلم عن أحقية هؤلاء من عدمه في القير في نقابة المحامين اللي هم حمل الدبلوم التجارة. عشان ما أكونش بعمل فخ لنقيب المحامين، لأن ده ملف كبير وحضرتك لسه جاي والدنيا هتقوم وما تقعدش، في ناس رافضه وفي ناس قابله، وانا الحقيقه مش عايز اكون معول من معاول الهدم، عايز اكون يعني من البنائين. توعد الناس دي بايه؟ لا، انا الاول عاوز اقول لحضرتك هو لا يمكن ان يكون فخا، لان انا لو عاوز الطريق السهل، الطريق السهل امامي نص قانون بيقول لا. لا انا مش عايز انا اكون، انا عاوز اقول لك ان انا بالنسبه لي يعني هجمت كتير، مش عندي مشكله. تمام. انا ما عنديش مشكله لو انا عاوز يعني اهرب من القصه، بس القانون بيقول لا، وعندي أغلبية داخل الجمعية العمومية مش عاوزة، يعني دي مش منين عرفنا انها لا أغلبية؟ لا ما يعني من السوشيال ميديا عمرها كانت مؤثرة، في فئة هتخش عليهم. خلينا نتحكم المنطق. فأنا بالعكس أنا ما استسهلتش، أنا وعدت بأن أنا بدرس، وبدرس فعلا الملف عشان أنا أنتهي، عشان أقفل الملف ده. الثانوية العامة هيأيدوا اللي هم حاصلين على الليسانس تعليم مفتوح ثانوية عامة مسبوق ثانوية عامة، دول هيأيدوا؟ لا، ما هو حضرتك انا ما قلتش كده برضه، بقول هيدرس لانه في نقاط عاوزه دراسه. لا، ما هو القانون تعديلات القانون قالت ان مسبوق بثانويه عامه، أيوة، اللي معاه ثانويه عامه وشهاده اجازه الحقوق من احدى كليات الحقوق دي بالنص كده لا تنطبق على شهاده التعليم المفتوح. فانا لو انا عاوز اطبق النص واهرب هطبق النص. لا 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 يعني هو اتعمل النص ده تفصيل عشان كده، عشان كده يعني. فانا ما بهربش، بالعكس انا بقول رغم ان النص بيبيح لي ان انا اقول لا، الا ان حضرتك هتدرس، انا عارف ان الاغلبيه مش مرحبه، انما انا بقول انا هدرس علشان لو اصحاب حق ادول. طيب في حاجه غلط في دي؟ لا خالص خالص، بالعكس احنا بس بنطمن الناس، بنطمن الفريقين يعني اللي هم رابطين والمؤيدين بالصفه اكتر، الناس اللي هم حاصلين على التعليم المفتوح. ما هو دول محتاجين طبعا، لان الحقيقه اقول لحضرتك يعني مثال صغير. نعم. في مثلا احد الاشخاص هو كان معاه ليسانس اثار وعشق المحاماه ودرس قانون ودخل كليه حقوق مفتوح تعليم مفتوح وخد ليسانس حقوق تعليم مفتوح ومعاه ليسانس اثار، معلش هو مش هيشتغل محامي بليسانس الاثار؟ ما هو بس خلاص خد اجازه من كليه الحقوق وتعليم مفتوح، ما هو الدوله اللي اديتها له. قلنا ما انا شرحت في الحلقه بتاعت امس شرحت التفاصيل. يعني مش عاوز وعدها. طيب احنا مش هنعيد الموضوع ولا نسقل على حضرتك في الموضوع دوت، لكن خلاص احنا هنقول هندرس الموضوع ده في حد ذاته جاري دراسة. كافي يعني. هو جاري دراسة. طيب الاستاذ ربيع عطية، المحامين النقابة في الاول وفي الاخر هي نقابة خدمية، احنا قلنا نقابة تتصل بالشعب ونقابة يعني ليها اهتمامات شعبية اكتر من كونها كمان نقابية، لكن في النهاية تقدم خدمات نقابية. يا ترى في خطة للاسكان، يعني مثلا اسكان المحامين مهنيه خدميه؟ طيب الاسكان بالنسبه لنقابه المحامين، هل في الخطه ان يكون هناك مساكن للمحامين، شقق؟ هذا الملف انا كلفت به الاستاذ عبد الحفيظ الروبي، وهو ملف ضخم ويحتاج الى دراسه عريضه يرتبط بها ان هناك اراضي كانت قد خصصت لنقابه المحامين باثمان زهيده جدا جدا جدا، ولكن هذه الأراضي سحبت نتيجة التراخي إهمالا يصل إلى حد العمد في سداد أقساطها، وهذه الأراضي قد بلغ أثمانها اليوم بالمليارات. نحن سنسعى قدر المستطاع لاسترداد ما نستطيع استرداده من هذه الأراضي التي إن استردت سوف تعود بنفع كبير جدا على النقابة وعلى المحامين، ويرتبط بها ملف الإسكان لأنه ملف ضخم جدا. وأنا مش عاوز أطلق وعود، إنما أنا الذي أعد به أنني مع زملائي بندرس هذا الملف لتقديم أحسن الخدمات المتاحة لنا فيه. منذ فترة قانون القيمة المضافة قد أثار جدلا بين الأوساط القانونية، ولا يزال يحدث ضجيجا. أيوة. رؤية الأستاذ ربيع عطية إيه في قانون القيمة؟ أنا أرى أنه قانون غير دستوري، لأنه يحول التكليف من الممول إلى غير الممول. أنا كممول أنا مسؤول عن حسابي الضريبي، إنما أنت بتكلفني
بتكلفني كقانون القيمة المضافة ان انا احصل على القيمة من الذي يتعامل معي، يعني كلفتني وكأني محصل ضرائب ولست محصل ضرائب، ولا يطلب الا للطبيب ولا للمهندس ولا من المحامي ان هو يتفق على عمل هيقوم به، ان هو يستأدي من الشخص الذي يتعامل معه ما افترض القانون انه واجب عليه ان يؤديه، بحيث ان انا لو ما نجحتش في ان اؤدي هذا او ان احصل منه على، وغالبا انا لن احصل، تفرض علي انا هذه القيمه المضافه. هذا كلام قولا واحدا غير دستوري، وما كان يجوز ان يفرض على المهنيين القيمه المضافه، انما هي اساسا تتصل بالسلع والعلاقات التجاريه. يعني انا باجي ببيع هذا الفنجان، انا في القيمه المضافه 8 و10 بحط 12، اللي هيشتري ب 12، انا مسؤول عن توريد الاثنين قرش اللي انا خدتهم زياده. ادي الاصل في القيمه المضافه، انما فرضها على المهنيين فرض غير منطقي، وانا على قدر علمي ما هياش يعني ماشيه مع الاطباء لانها يعني غير منطقيه، وانا بعتقد انه ما قالها سوف يكون للحكم بعدم دستوريته. اما بالنسبه لنقابه المحامين والمحامين فطبعا تستطيع ان تستنتج انني لا اوافق على الضريبه المضافه ولكني مضطر للخضوع. والغريب اننا مثلا في النظام الضريبي العام اقدم اقرار ضريبي مره في السنه في موعد اقصاه اخر شهر مارس، انا مطالب دلوقتي اقدم حساب كل شهر. لا وانا هشتغل ماني فاتوره، يعني انا هشتغل محامي ولا هشتغل محصل ضرائب لحساب الغير ولدى الممول؟ هذا كلام عبث، هذا عبث. وانا اعتقادي انه هذا القانون يجب ان يراجع، واملي ان احنا نتمكن بحوار بناء مع الدوله ان تتم مراجعه هذا القانون. طيب الملف اللي بعده مشروع علاج المحامي. مشروع العلاج ده مشروع ضخم جدا وفيه مهام جسيمة بتنتظرنا، والحالات المزمنة، الحالات المزمنة يجب أن تعالج، والحالات المرضية المتكررة تعالج، والمسألة لها أبعاد متعددة. خلينا نقولها يعني إجمالا كده، الأصل أن تؤدى الخدمة العلاجية كاملة، ما تروح من الأول تؤدى فين. في هناك من يتبنى أنه يجب على نقابة المحامين أنها تنشئ مستشفى. أنا الحقيقة من الناس دي. ماشي نتناقش. عاوز تنشئها فين سيادتك؟ مثلا مستشفى واحدة. أيوه طب ماشي، يعني أنا الأول هتكلم في بعد كده، بس أنت هتقول هنشئها فين؟ هتنشئها في القاهرة؟ يبقى أنت ميزت سكان القاهرة وما حولها عن اللي في مطروح واللي في أسوان واللي في شرم الشيخ واللي في الطور إلى آخره. هذا كلام الاول اعتراض مبدئي. هتقول ثلاث مستشفيات برضه هتختار لهم اماكن وبالتالي برضه هيبقى فيها تمييز وفيها تحسين الخدمه العلاجيه على غير حضرتك. ابدا هذا افتراض غير صحيح. انا لتاكيد هذا حضرتك نقابه الاطباء اللي هي مهمه. ايوه هي دي سهل عليها قوي لانها شغلتها انها تعمل، مش عامله مستشفيات. لانك انت اولا انا مانيش طبيب ولا انا بتاع مستشفيات ولا اداره مستشفيات. بناء مستشفى دي قضيه اولا كبيره جدا جدا وتستنزف اموالا ضخمه. يعني مجدي يعقوب في المستشفى اللي بيعملها لغايه دلوقتي اللي محصله 290 مليون ولسه مطلوب. بعد كده هنخش في مرحله اعداد المستشفى من ناحيه الاجهزه الطبيه ومن ناحيه الالات والمعدات والاشعات الى اخره، برضه دي مش شغلتي. بعد كده هعوز تعيينات لاتقن التمريض والاطباء. يعني اقدر اقول استاذ رجاء عطيه مش متحمس لفكره انشاء المستشفى. لا انا شايف انها يعني مستحيله. طيب ايه بقى اللي ايوه ده الكلام ان انا انتقل بهذا الملف الى تاديه خدمات طبيه بشفافيه ودقيقه. حضرتك انا المأخوذ على النظام الساري يعني او على الاداء الساري انه طبعا بيتم اتفاق مع جهات يعني دون المستوى. دي حقيقة. فيها مجاملات وفيها يعني خواطر وقد يكون فيها ما هو ابعد من هذا زي الموضوع اللي سيادتك المحت عليه. وفيها مستشفيات مثلا قبل كده تعاملت لكن التوريد المالي ليها كان بيتاخر. لا بقى كبار الاطباء كلهم بداوا يتوقفوا عن كشف على اي مريض محامي. ليه؟ لانه لا تؤدى اليهم حقوقهم.
فالملف فيه زائد بقى فيه مثلا افرض ان في انا جالي مرض علاجه مليون جنيه او 2 مليون جنيه، هذا حقي انك انت تقوم بالعلاج. انما السؤال برضو اللي هيبقى وارد ومطروح عليا ان انا اجيب عنه ونتشارك في الاجابه عنه، هل يا ترى لو عندي 10 مرضى بالطريقه دي او 20 او 30، هل النقابه لديها الامكانيات انها تدفع هذا في حين ان احنا مسلمين انه حق المريض؟ طب في ايه اذا كانتش النقابه لديها القدرة على أداء هذا السقف اللي إيه الذي يجاوز إمكانياتها؟ في حل ولا ما فيش حل؟ أنا بعتقد إنه في حلول مش حل واحد، بعتقد إنه أنا لو كل حل واحد منهم مثلا أنا هقول يا فندم، أنا هقول مش بهرب، إن أنا أستطيع إن أنا أتفق مع الدولة، أتفق مع الدولة وأجري معها حوار، الدولة بتعالج الفنانين مش كده؟ وبتعالج بعض الشخصيات العامة، أنا أحوج وأنا طرف في الدولة وأنا جزء من الدولة. ممكن ان انا مثلا على سبيل المثال مركز التأهيل بتاع العظام اللي في العجوزة ده يؤدي خدمات لكل الناس عسكريين ومدنيين، وهو اميز حاجة النهاردة في مصر بتؤدي هذه الخدمة. طيب ما هو انا برضو اصل الى اتفاق بان انا اذا احتجت يبقى ممكن اعالج مستشفى المعادي مثلا، القوات المسلحة بتعالج مدنيين، ممكن يكون محل التأمين الصحي اللي احنا النهارده في سعي للارتفاع بمستواه، ممكن اعقد اتفاقات بحيث ان انا ممكن لما يبقى السقف اللي مطلوب يجاوز امكانيات النقابه ان انا استعين بالدوله، مش الم مش هفوت الم على المحامي فلوس واشعره بالمهانه ان انا بلم له فلوس يعني، ودي مساله يعني مش يعني حضرتك تقصد ان النقابه تتحمل جزء ثم أيوة تحمل الباقي الدوله. تمام كده، ودي قائمه يعني انا جزء من مهامي ان اعيد التوازن، توازن بيني وبين كافه سلطات الدوله التنفيذيه والقضائيه والشرطيه والضريبيه، إعادة التوازن دي في جزء منها عليا ان انا اتقدم الى المحاماة وارتفع الى المحاماة واعبر عن المحاماة كما ينبغي ان تكون، وفي جزء قائم على حسن صلتي وحسن تعاملي وقدرتي على ادارة حوار مع هذه السلطات قائم على الاحترام المتبادل وتقدير الظروف. المسائل اذا مشيت كده يعني اعتقد ان هيبقى تتصور حضرتك حلول. في زمن قدره قد ايه نقدر نرتفع بمستوى الخدمات العلاجية في نقابة المحامين؟ أنا أتخيل أنه مبدئيا كده فوري لازم هيكون في تقدم، لأنه في حالات عاجلة لا تستطيع هي حاجات الانتظار، حالات المزمنة اللي حضرتك أعلنت في مؤتمرك الصحفي لا تستطيع تعالي الانتظار، وعلي أن أحمل نصيبي من المسؤولية ولا أحمل المحامي باللي أنا يعني ناوي أو بنتوي أو بآمل أن أنا أحققه. وأنا لو نجحت في إنعاش وضبط الإيرادات حتى لا يتسرب منها شيء، وفي تقليل أن النفقات اللي بتصرف على الولائم والمآدب والمؤتمرات مبالغ هائلة. طيب إيه رأي حضرتك نريح شوية نطلع فاصل ونرجع؟ زي ما تشوف حضرتك. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل ملف نقابة المحامين. ورجعنا بعد الفاصل عشان نكمل حوارنا عن نقابة المحامين. أنا أسئلتي وملفاتي تقريبا شبه انتهت، أنا عارف أن لسه المجلس ما فيش أيام، وأعتقد أن لسه الموضوع محتاج دراسة. كاميرا حضرتك هي وكلمات للمحامين للطمأنة للمختلفين والمؤيدين والمعارضين من الأستاذ الفقيه الكبير والنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ ربيع عطية. شكرا. عايزك توجه رسالة للمحامين. أنا هقول لجميع الزميلات والزملاء المحامين، الأمال التي أحملها للمحامين والمحاماة أمال عريضة جدا جدا جدا، وتمنياتي تمنيات بلا حدود، وأنا أتطلع بصدق إلى رد الدماء إلى شرايين المحاماة واستعادة المحاماة الشامخة التي عاش عليها أسلافنا وعشنا عليها وورثناها عنهم، وتصحيح وإعادة صورة المحامي براقة كما كانت
لدى الناس أو في عيون الناس، تطلع إلى أن تنهض المحاماة نهضة حقيقية، وأن يتحول المحامي، كل محامي شاب كان أو كهل أو شيخ، إلى قوة دافقة تمتلك كل نواصي المحاماة. المحامي ما هو الظاهرة الكلامية، المحامي ظاهرة فكرية وكلامية نعم، ولكنه ظاهرة فكرية ومعلوماتية ومعرفية في المقام الأول. وحتى يكون الشخص محامي، لأن المحاماة باختصار شديد جدا هي الإقناع، وأنت لا تملك الإقناع إلا إذا كنت تملك ما تستطيع أن تقنع به. التحدي الذي يواجه كل واحد فينا إن هو بيقف كل يوم قدام محكمة، قد تكون المحكمة اللي أنا واقف قدامها النهاردة أعضائها ورئيسها أسبق مني تخرجا وأكثر مني خبرة بحكم عدد القضايا التي ينظرونها. أنا يمكن في مكتبي يطلع عدد قد كده، ولكن هم كل يوم بيشوفوا عدد ضخم من القضايا. كيف أستطيع أن أقنع هذه المحكمة الأسبق تخرجا والأكثر خبرة والمتمرسة والتي يعني تتحصن بموقعها على المنصة، كيف أستطيع أن أحدث تغيير في لعلها مش هقول عقيدتها، لأن القاضي جيد حينما يقرأ لابد أن يكون فكرة سابقة، إنما يبقى خطر أن تتحول الفكرة السابقة إلى عقيدة. ولكن قد يحدث إن أنا أصادف محكمة تحولت الفكرة السابقة لديها إلى عقيدة، كيف أستطيع أن أحدث هذا التغيير إلا إذا كنت مالك لكل نواصي المحاماة، لكل القدرة على الإقناع. لن أمتلك هذه النواصي لمجرد أن أنا بقول أنا جدع أو أنا جعيس، لا، تمتلك هذه النواصي حينما تكون على إلمام عميق عريض بقدر إمكانك في القانون، على إلمام عريض بالمعارف الإنسانية، على إلمام عريض بآداب وتقاليد المهنة بطرق الأداء. يعني أنا تعلمت من عبد الوارث عصر في بداية حياتي في المحاماة، عامل كتاب رائع 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 رائع. عبد الوارث عصر ده عشان الوقت وعشان أرهقت حضرتك. طب أخلص من حتة دي. عبد الوارث عصر. عامل كتاب اسمه فن الإلقاء. فن الإلقاء، معروف إن عبد الوارث عصر هو اللي درس لكبار فنانين في المسرح وفي السينما، اتعلمت منه فنون الإلقاء تواصلا مع الجاحظ اللي عمل الإيه البيان والتبيين. كل ده جزء مهم جدا يجب أن يعني يمتلك المحامي، زائد الموهبة زائد الضربة علشان يؤدي. هذا الكلام أنا مش هقدر أعمله لوحدي، بكل المحامين. في إيد، في مثل يقول لك إيد واحدة ما تسقفش، أنا عاوز كل زملائي ويد الله مع الجماعة وزميلاتي كلهم يسقفوا معايا عشان نحقق الآمال العريضة. وهقول في الآخر الأمل هو قاطرة الإنسانية. أكيد. مبروك أستاذ رجاء عطية. شكرا. مبروك لحضرتك ومبروك للمحامين. شكرا. على رأس نقابة المحامين الآن فقيه قانوني كبير، أشكرك. تعبتك معايا. لا يا فندم اطلاقا، انا سعيد بهذا.